أصدقائي للدقيقة 25، التعادل السلبي لازال موجود، 35 مباراة، 12 تعادل و23 انتصار تحقق بالفعل حتى الآن. ادي كرة عرضية ولكن طعم من مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن، خطأ كبير جدا جدا، واللي يغلط يتعاقب. عن طريق الياسيلة كرة عرضية سهلة جدا جدا، لكن السهل تخاف منه وبالفعل تقع من ايد محمد فوزي، علشان الياسيلة اللاعب الغيني يسجل اول اهداف اللقاء اصدقائي في الدقيقة 25، والموج الازرق في ظل الصخب والتشجيع والحماس الجماهيري للدراويش طارق العشري يصل الى المطلوب اثباته، ويتقدم بخطأ فادح من الحارس فوزي ويسجل اول الاهداف لسموحة الياسيلة. ادي الكرة زي ما بحضراتكم عارفين، الاخطاء موجودة، وقعت بغرابة شديدة كأن فيها كهرباء، هربت بغرابة شديدة جدا جدا، محدش متوقع، لكن التوقع كان موجود عند اللاعب الغيني الياسيلة اللي بيفتتح التسجيل اصدقائي ويتقدم للموج الازرق على الدراويش. واحد لا شيء، واحد لا شيء، وإلياسيلة